أربعة مش العشرين. بكون مبسوط قوي لما يكون معايا ديزاينرز او مصممين ازياء من محافظات مختلفه ومن خارج القاهره واسكندريه، وده بيطمني على كذا حاجه. بيطمني على الصناعه المصريه، بيطمني على التطور الغير عادي اللي بيحصل في الصناعه المصريه خارج نطاق القاهره. النهارده زي ما انتم شايفين سلاسين افراح كلها احلى من بعض. معانا مصممه ازياء بدات في عالم الازياء من فتره، من كذا سنه، واثبتت وجودها هي من بنها، وعندها الاتيليه الخاص بيها والشوروم في بنها، وفي الحقيقه عامله حاجات حلوه قوي. مره تانية كده خلونا نرحب باستاذه جيجي صلاح مصممه الازياء. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منورانا. ربنا يخليك. واهلا باهل بنها. ربنا يخليك، تسلم. خلينا كده نرجع لخمس ست سنين وقت ما بداتي. تمام. فنعرف دراستك ايه، وهل دراستك ليها علاقه بتصميم وتصنيع الازياء؟ انا درست كليه تجاره. اوكي، زي يعني انا تجاره برضه. اوكي. انا اصلا فساتين الافراح انا بحبها جدا من زمان، وعلى طول كنت بحب اتفرج عليها. حبيت لما اجي اشتغل ان انا يعني اربط الاثنين ببعض. يبقى لما انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تفكري انك تشتغلي في تصميم الازياء اصلا. انا بحب فساتين الافراح جدا جدا من زمان يعني، وانا على طول بقلب في صور في كل حاجه بقف عند فساتين الافراح. طب وانت طفله صغيره كنت بتقعدي ترسمي فساتين؟ كنت على طول برسم الفساتين فعلا. كنت بتبتدي والفساتين وانت طفله نفذتيها لما كبرتي؟ لما كبرت يعني، لا هي طبعا كل حاجه اختلفت. انا كنت بحب ارسم عشان هو كهوايه انا حباه. اوكي. لما كبرت بقى الموضوع فعلا يعني فضل في تفكيري ان انا عمال اسالك في اسئله كده بتجيلي لما اشوف حد يقول من وانا صغير او صغيره بفكر في ده. كل بنت وهي صغيره بتقعد يمكن تفكر في نفسها، هتلبس فستان فرح شكله ايه، منفوش، ضيق، بطرحه طويله، لونه ابيض، لونه كريم. فوانت بترسمي الفساتين دي كنت تفكري ان انت العروسه، ولا صحبه انت مره العروسه ومره صحباتك هم العروسه اللي انت بتقعدي تتخيلي فلانه صاحبتي دي بنت خالتي جارتي لو لبست الفستان ده كان ايه؟ احكي لنا. لا انا كنت بفكر فعلا مش في نفسي يعني، عموما البنات. وده عموما ده ديزاينر الصح ده بيفكر في الناس.
انا بحب اشوف العروسه قدامي، يعني احب اشوف، يعني انا دلوقتي حتى لما بشوف العرايس قدامي ببقى مبسوطه جدا وهي لابسه فستان الفرح لو من عندك، وسعيده لكن لو بنفسها. مش من عندك لا. اوكي المهم تكون مبسوطه، اهم حاجه صحيح بالفستان بتاعها صحيح. عشان دي ليله العمر والفستان بيفرق جدا وكل التفاصيل فيه بتفرق جدا، فكنت بهتم يعني. وانا بقدمك قلت من بنها، تمام. وبالنسبه لي حاجه مهمه قوي ان احنا كبرامج في التلفزيون ان احنا نطلع ناس ونسلط الضوء على ناس من خارج نطاق القاهره واسكندريه، لان اللي احنا شايفينه دلوقتي ان في بنها وفي اسيوط وفي دمياط وفي طنطا وفي محافظات كتيره قوي بقى في شغل حلو احلى من القاهره. فعايز اعرف لما بداتي قلتي لا انا هفضل في بنها، ومفكرتيش تيجي تشتغلي في القاهرة أو تعملي أتوليه في القاهرة مع إن يمكن هنا السوق يكون أوسع أو البيع أكتر، فليه يعني اخترتي إن أنت تفضلي في بلدك في بنها؟ عشان أنا حبيت إن أنا أطور أكتر فيها، يعني أول ما بدأت مجال شغلي بدأت يعني بتفكيري أنا، كان تفكير مختلف ومميز شوية عن الناس عندي في بنها. في بنها. يعني ناس كتير طلبت مني ان انا فعلا افتح في القاهره، في الزقازيق، في اماكن تانية كتير، لا بس انا حبيت ان انا اطور وانمي اكتر في مكاني، وهتفضلي في بنها. يعني ممكن بعد كده الله اعلم، محدش عارف. انا رايي دايما حاجه بقولها ان مصمم الازياء يفضل في مكانه والناس تروح له، هو ما حقيقي. يروحش للناس. بالنسبه لي ان انت تفضلي متمسكه بالمكان اللي، ودليل على كده في بيوت ازياء عالميه كتير من ناس من بلاد العالم كلها بتروح لهم، بيركبوا طيارات ويروحوا لهم. تمام. فالصح ان الديزاينر يفضل في مكانه في اصله والناس هي اللي تروح لك. ده حقيقي، عشان كمان التركيز، يعني بركز اكتر في شغلي عشان ما اكونش مركزه على كذا حاجه كذا مكان، يعني بدي شغلي اكتر في المكان. طب هسالك سؤال تاني. اتفضل. وانت بتصممي لما يجي لك عروسه وتقول لك انا عايزه فستان فرح بمواصفات كذا 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 كذا، اعملي لي كذا كذا كذا، تجيب لك صوره تقول لك انا عايزه زي ده، انت بتقبلي ولا بتقولي لها لا انا ديزاينر انا اللي اقترح؟ لا انا بقبل طبعا، وبعد كده احنا بنضيف بتقبلي بقى، ايه؟ يعني بقبل ان هي تجيب لي صوره عايزه تصميم زي ده، انا لازم اشوف فكرها، يعني هي دماغها فيها ايه، وبعد كده احنا بنضيف بقى اللمسات بتاعتنا. اوكي. طيب فساتينك كلها انا شايف انها مشغوله، شغل تقيل هاند ميد، يدوي طبعا. انت جايبه القماش كده ولا انت القماش انت بتطرزيه؟ في وفي، يعني في قماش جاهز اوريدي مطرز وانت ممكن تزودي يعني. بنضيف عليه حاجات بقى بسيطه يعني تدي له حاجه مميزه. اوكي. فاكره اول فستان فرح عملتيه وبعتيه؟ طبعا. كان لمين؟ كان لواحده صاحبتي. حسبتيها عليه؟ بس عملت لها ديسكاونت طبعا. برافو عليكي. طيب وكنت مبسوطه جدا ان هو عجبها، يعني هي وثقت فيا اول مره، وصممت لكن لها مش لسه معروفه ولا حاجه. صممت لها الفستان وعجبها جدا، وانا كنت مبهوره. اوكي. مبهوره ان هو عجبها قوي كده، ما كنتش متخيله انه يعجبها اصلا. اوكي. وعجبها جدا وجابت لك صاحبتها والبلد وكانت كلها. طايره بيه، كانت عروسه زي القمر. طب كويس قوي. تعالي بقى انا استاذنك هنشوف فاصل تفضل. ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا بس واحده. We'll be right back.
الله 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 على اهل بنها وذوق اهل بنها الجميل. النهارده مصممه الازياء معانا استاذه جيجي صلاح من بنها، وعامله حاجات حلوه زي ما انتم شايفين. اول كولكشن شفناها كانت اربع فساتين افراح، حاجه يعني غايه في الفخامه. تاني كولكشن او تاني عرض شفناه الملابس السواري الجراند سواري الثقيله اللي في بعضهم اعتقد وهنسالها دلوقتي ينفع يبقى فستان خطوبه. برحب بيكي مره ثانيه. الاربع فساتين شفناهم دلوقتي سواري ثقيل، وانا شايف انهم ينفعوا خطوبه. ممكن؟ ممكن طبعا. اوكي. دي اذواق. كل عروسه على حسب ذوقها، في عرايس بتحب الفساتين فستان منفوش، في تطريز ظاهر، في عروسه تانية عايزه حاجه سيمبل بسيطه جدا، على حسب يعني. انا بجيب كل الاذواق، يعني بحاول ان انا اشتغل كل الاذواق عشان ارضي كل العرايس. اتفضل. ما هو برضو ما ينفعش الديزاينر او مصمم يرضي جميع الناس او يعمل كل الاذواق، لان هو المفروض الديزاينر شويه بيفرض ذوقه على الناس. عشان كده لو كل ديزاينر عمل اللي كل الناس عايزاه مش هيبقى في ديزاينرز كتير، يعني مش هيبقى في ابداع. بس ان انت تبدعي، وانا شايف حاجتك انت مش بقلد حد في الحقيقه، حاجتك فيها ليكي ستايل بتاعك، فاستحاله هترضي جميع الاذواق. بحاول على قد ما اقدر. لا ما تحاوليش، ارضي ذوقك انت بس. هو لازم برضو تبقى على ذوقي طبعا. يعني انا لازم ابقى راضيه عن الشغل اللي انا بعمله، ده أكيد. بس بحاول ان انا اخليه مختلف يعني انوعه. يعني هختلف معاكي شويه. طب انا عايز اسالك سؤال، مين لو قلت لك اختاري لي اسم او اسمين مصممين ازياء عالميين انت بتحبي تشوفي الكولكشن بتاعتهم كل سيزون؟ مش محتاجه اشوف حد عالمي، احنا عندنا في مصر هنا يعني ناس في منتهى الذوق والشياكه بيعملوا لنا حاجات حلوه جدا. احييكي على الاجابه الحلوه دي. زي مين طيب؟ زي مثلا استاذ سامو هجرس. طبعا ده حبيبنا. سماح مهران حبيبتنا. بحبها جدا. من بورسعيد. بحب شغلها جدا. طبعًا جدا طبعًا. يعني بصراحه لا يعني هم مثلي الاعلى. لو انت اخترتي اسمين في الحقيقه اقوياء جدا وبعزهم، انا كمان معزه خاصه جدا، ببعتهم الف سلامه وتحيه، وحشوني بقالهم كتير ما طلعوش عندي في اربعه شارع شريف، بندعوهم انهم يكونوا معانا قريب ان شاء الله، سامو هجرس وسماح مهران. واشكرك ان انت جاوبتي وقلتي انا سالتها ليه مين العالمي، انت قلتي لا احنا عندنا مستوى عالمي، وانا معاكي جدا احنا عندنا مستوى عالمي، اعتقد هما اللي محتاجين ياخدوا مننا مش احنا اللي ناخد منهم. طبعا احنا عندنا هنا شغل مميز جدا جدا جدا، ده حقيقي. في السنين الاخيره صح، لا في مجال الفاشون بقى حاجه تانية. صحيح. طب انت بتبيعي حاجتك ازاي؟ احنا دلوقتي هننزل فيسبوك وانستجرام على الشاشه، اعتقد البراند الخاص بحضرتك جيجي فاشن، جيجي ويدنج دريسز. جيجي ويدنج دريسز. جيجي ويدنج دريسز. جيجي الفساتين الافراح. ده الفيسبوك وانستجرام الموجودين على الشاشه. بتبيعي الناس بتجيلك ولا في حاجات ممكن تعمليها من خلال الفيسبوك والانستجرام؟ انا بعرض شغلي كله على الفيسبوك والانستجرام، بس لازم العرايس تجيلي علشان يقيسوا يعملوا بروف فايت على الطبيعه، غير طبعا صح الصور. صح صح كل أكيد. حاجه على الطبيعه بتختلف. اكيد اكيد. مين بيساعدك في الكولكشن دي انت بقالك خمس سنين او ست سنين في هذا المجال، مين بيساعدك في يقول لك ده حلو ده وحش، القماشه دي لا مش لايقه، ولا انت تقولي لا انا ما حدش يفرض رايه عليا انا ديزاينر انا اللي هقول؟ لا بصراحه اخويا بيساعدني. اوكي. اخويا محمد بيساعدني في حاجات كتير جدا وذوقه حلو جدا، وانا بثق دايما في رايه. اوكي. هو معايا دايما في كل حاجه. اوكي ده شيء لطيف. تيجي نشوف اخر جزء؟ اتفضل. اخر جزء من عرض الازياء، اتفضل.
ده كان عرض ازياء النهارده، بدانا بيه كده اسبوعنا وشفنا فساتين افراح وفساتين سواريه كلهم من تصميمات مصممه الازياء اللي جايانا مخصوص من بنها استاذه جيجي صلاح مصممه الازياء. بشكرك، انا اللي بشكرك وكنت مبسوطه جدا انا كنت مع حضرتك النهارده. لا احنا اكتر، ميرسي ليك. وايه رايك في زي الفل زي الفل، مبسوط بيكي قوي. انا اكتر، واشوفك دايما لما كولكشن الصيف تكون جاهزه نحب نشوفك عندنا ان شاء الله. أشكرك. اكيد، وخليكي في بنها زي ما انت قلتي كده، الناس تجيلك ان شاء الله عندك. على طول الناس تجيلك لغايه عندك. بشكرك استاذه جيجي صلاح مصممه الازياء، اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع الشريف. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.